مشاهدينا اهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من صنعة زمان، وموضوعنا اليوم هو المجبود. أعزائنا المشاهدين، نعود نجدد بكم التحية ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما رانا في حصة صنعة زمان، وموضوعنا اليوم كما قلت لكم مقبل هو المجبود، واليوم رانا في ضيافة الأخ إبراهيم ولا الصنع إبراهيم. سي إبراهيم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم بمحل فردوس لصناعة اللباس التقليدي خاصة المجبود. بارك الله فيك إبراهيم، وحنا تاني نشكرك جزيل الشكر على اللي استقبلتنا وعلى اللي راك رايح تمد لنا الصنعة. أنا باش نذكر أعزائنا المشاهدين أن إبراهيم اليوم أبا ولا حب باش يستقبلنا بالتمر والمطلوع. إبراهيم علاش التمر والمطلوع؟ لأنه من عاداتنا إكرام الضيف بالتمر. بارك الله فيك. وأنا بارك مادام هضرت على العادات والتقاليد، أنا نقول لك حاجة، أنه من الشيم تاعنا كي واحد يكرمنا بالتمر نقول له الله يحلي كلامك، وحنا نقول لك يا إبراهيم الله يحلي كلامك ويحلي الصنعة تاعك. وأنتم كذلك. يلا إبراهيم حنا كي مجرت العادات. أنتم كذلك. يلا إبراهيم حنا كي مجرت العادات في صنعة زمان، أي صنعة تكون عندنا لازم نتبعوها بالمراحل من الأول للأخير. هكا غادي نديرو معاك باش في الأخير نخونو لك الصنعة. ها؟ مرحبا بكم. بما يخص في أغلب الأحيان لتجهيز كياكو تاع المجبود، بما أنه كياكو تاع المجبود يخدم بالخيط تاع المجبود، يمر بعدة مراحل. المرحلة الأولى بريباراسيون. بريباراسيون أول شغلة نفرضوا بلي هذا هو الديسان. هذا الديسان نقبضوه بلاكخي كما راك تشاهد، عاود بلاكخي نرشموه. إبراهيم أنا نشوف باللي كي درت الكولا حكيتها بالصابون وقلت لي باش تكون مثبتة وباش الكولا تلصق مليح، من بعد نرفدو كاع القطع نحطهم على الزاج هكذا باش الكولا تقبض أكثر، باش تقبض باش تثبت نيشان باش ما تنشفش. يا 5 دقائق ولا 3 دقائق. يلا أعزائنا المشاهدين، في انتظار الكولا تنشف فاصل ونواصل. أنا ولينا أعزائنا المشاهدين، ودائما موضوعنا هو المجبود، ونظن الأخ إبراهيم باللي رانا في المرحلة الثانية. الآن ننتقل إلى مرحلة أخرى وهي الفردة. إليك الخط. أولا هذه القبضة تاع المفرد، كل واحد وقبضته، كاين المفرد اللي يقبضها بهذه الطريقة، قبضة تاع ستيلو، كاين اللي يقبض المفرد بهذه الطريقة، وكاين اللي يقبض هكذا، كل واحد الوضعية اللي تناسبه. أنا هذه هي الوضعية تاعي. يلا، هذه هي الوضعية اللي يقبض بها إبراهيم المفرد. ومع ذلك الأخ إبراهيم راه يقول لكم بلي الوضعيات أخرى ماشي خاطئة، لكن كل صانع وكيفاش الوضعية اللي تناسبه. تفضل.
وسهلا للمشاهدين. كانت هذه هي عملية الفريض كما راكم تشوفوا. وصل الأخ إبراهيم، وش نديره؟ نقوم بعملية التنقية. نقية يعني إبراهيم وش راه يدير؟ نحى هاد الجزيئات اللي قلب الزخرفة باش تعطينا هاد الشكل الجميل كما راكم تشوفوا. وبعد الانتهاء من عملية الفريض والتنقية يظهر تقريبا على هذا الشكل. على هاد الشكل. هاد الشكل قال لي ابراهيم انه نقوليوه على القذيفه. انا متواصلين معكم اعزائي المشاهدين ونشوفوا عمليه كولاج على القذيفه. يلا ابراهيم تفضل، واش نديرو؟ نحيو هذا الزاج، نشمخو الزاجه بالماء. علاش نشمخوها بالماء؟ باسكو الكولا تكون عاقده ايه. وما تحرقش مليح كي نجي نخلطها. ميز الكولا عاقده ايه. كي نديرو الماء كيشغل الكولا تتمشى، ما تقعدش في موضع واحد. نشوفوا باللي الاخ ابراهيم عنده زاجة دار عليها الكولا، وعلاش ما احناش عارفين لحد الان؟ ما احناش عارفين. الان نضع الفريض فوق الكولا. نشوف باللي ابراهيم حط الفريض فوق الكولا باش يتكولا هكذا. باش يتكولا. باش يتكولا. ونضغطوا على الكارطون الفريض. يعني نضغطوا عليه فوق الكولا. فوق الكولا. باش يتكولا مليح هكذا. باش الكولا تلصق. الان بعد انتهاء من كولا الفريض، حطوا الفريض فوق القطيفه. ابراهيم لما ملأ الفريض بالغراء حطه على القطيفه، واش يدير ابراهيم دركا؟ نحطوا البلاستيك فوق الفريض. واش البلاستيك؟ والسبب باش الكولا اللي تكون لاصقه فوق الفريض تلصق في البلاستيك ما تلصقش في القطيفه. نعاود نحطوا الثقل تاع الزاج فوق البلاستيك باش يتثبت مليح باش الفريض يلصق مليح فوق القطيفه. وهكذا ننتهي من عملية الفرد والكولاج. بارك الله فيك. لننتقل إلى مرحلة ثانية وهي الغوزة. أخ إبراهيم حط الفريد فوق القذيفة ودلو الكولا، والآن راها في الثقل باش تيبس. ونظن أنه بعد هذه المرحلة كاينة مرحلة أخرى، هي مرحلة الغرزة اللي رايحين نخدموها مع الأخت فاطمة. أنا قبل ذلك نقول لإبراهيم شكرا جزيل الشكر إبراهيم على اللي مديتنا الصنعة وعلى حفاوة الاستقبال. ولك الشكر جزيل ومرحبا بك. بارك الله فيك. فيك بارك. شكرا جزيلا. يلا أعزائنا المشاهدين فاصل ونواصل. مازلنا متواصلين معكم أعزائنا المشاهدين، ودائما صنعتنا هي المجبود، ودائما في حصة صنعة زمان. بعد ما شتونا مع الأخ إبراهيم في مرحلة الفريد، الآن رانا مع الأخت فاطمة وفي مرحلة الغرزة. أخت فاطمة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في محل فردوس للباس التقليدي. الله يسلمك بارك الله فيك. أنا نعاود نشكرك جزيل الشكر على الاستقبال وعلى الحفاوة وعلى اللي مراكي رايحة تمدينا الصنعة. قبل ذلك، قبل ما نبدأ في الغرزة، الأخت فاطمة، المجبود. المجبود يعني هي حرفة من أقدم الحرف التي عرفت بها ولاية الإنسان، يعني بشكل خاص هي حرفة معروفة على المستوى الوطني، لكنها تمتاز بها ولايات متميزة منها تلمسان قصلة المجبود لحد الآن. الله يبارك. أنا باش نذكر أعزائنا المشاهدين أن السيدة فاطمة هي أخت إبراهيم. السيدة فاطمة، علاش خمت تخدم مع أخوها؟ يعني الفضل في هذا يرجع إلى التربية الصالحة، وترجع إلى الوالدين اللي كما نقولوا نعطيهم أحر سلام. يعني أي شيء يعني اللي تشوف فيه الأبناء راك تشوف صورة الوالدين. يعني العائلة، يعني الأسرة تلعب دور في اتحاد الأبناء نتاعهم. وحنا من خلال عدسة كاميرا بنا تي في نحييو الوالدين. يلا ها الأخت فاطمة، أول حاجة نديروها قبل ما نروحوا للغرزة، أنا ماذا بيا نعرف واش هي الوسائل المستعملة في المجبود ولا في الغرزة نتاع المجبود؟ الوسائل تختي كالتالي. عندنا طبلة. يعني الطبلة هي عبارة عن لوحة من قطعتين، يعني يتم الإمساك بينهم بقطعة بسيطة جدا. وهذا الهيكل نجد هذا النوع من القطع في الأبواب. نعم نجده في الأبواب، يعني في أي شيء يعني يشرك. عندنا الكرتون. هو نفس نوع الكرتون اللي استعمله الأخ إبراهيم. نعم هو نفس النوعية اللي نستعملوها في الفريد. من بعد الفريد اللي كنتوا شفتوا المرحلة تاع الفريد مع الأخ تاعي، تأتي الآن المرحلة تاع الغرزة. هذه هي الطريقة اللي خدم بها الأخ إبراهيم لما لصق الفريد فوق القذيفة. من بعد ما لصقناه وحطينا فوق الثقل
وتثبت جيدا، رانا مديناه الاخت فاطمه باش تعطي باش دير لنا الغرزه تاع المجبوط هكذا. يعني نحتاجوا كما قلت عندنا الطبله، عندنا الكرتون، عندنا الفريد، عندنا ايضا عندنا هنايا المجبوط الاصفر، عندنا المجبوط الاصفر، وعندنا ايضا المجبوط الابيض. في نفس الوقت تحصل على نوعين من الخيط، عندنا الخيط الاصفر وعندنا الخيط الابيض. لما يصنع يعني الكراكو او القسلطينية او اي شيء بخيط بمجبوط ابيض يكون الخيط ابيض، ولما يصنع بمجبوط اصفر يكون الخيط اصفر. لماذا؟ لانه في العمل يعني احنا لما نكون نعمله يعني اثناء الغرزه يعني تكون اخطاء تقنيه، يعني توقع ديك الاخطاء، يعني في حاله يعني وجود ذاك الخطا، يعني حتى قبل ما نروح الغرزه يعني نشرح الفكره ومن بعد نروح لكم الغرزه. لما نكون صانعه بخيط اصفر، لما نعمل الخيط الابيض يعني الخيط الاصفر، يعني في وجود اي خطا راه غادي يبان للفريد الفوق. اخت فاطمه تستعمل في بعض الاحيان الخيط الاصفر وفي بعض الاحيان الخيط الابيض، علاش؟ لما تخدم بالخيط الاصفر في الخلفيه ولابد نستعمل الخيط الاصفر هكذا باش كيكون خلل ولا يكون خطا ما يبانش، يعني ما يكونش كاين ديفو هكذا. الاخت فاطمه التمازج، نعم، ما يظهرش هذاك الخطا يعني البسيط اللي تكون ارتكبته الغرازه. يلا انا ناكد او الاخت فاطمه تاكد انه ولابد نمزج بين الالوان الخيط هكذا. نعم، المراحل عندنا الابره كما راكم تشوفوا، هذه متوفره وكل النساء الجزائريات يعرفوها. عندنا هذه الشفه اللي هي اصلا ايضا يعني هنا عند ابره خشينه يعني ممجوزه بالخشب، يعني هذه ابره خشينه راه معموله في القطعه تاع الخشب يولي تصير اسمها الشفه. هذه هي الشفاه، هي مجرد ابره مثبته في الخشب تساعد او تستعمل في صناعه الغرزه تاع المجبوط. نستعمل ايضا الشمع الحر، والشمع الحر يعني موجود يعني في مراحل الفريد حتى مراحل الغرزه. يعني كما لاحظتوا كنستعمل الاخت تاعي في نسخ الفريد، يعني لما سخن الرشمه حنا ايضا نستعملوه في كما نقولوا في مزج الخيط، يعني باش الخيط يصير عنده قوه يكون متين. انا ناخذ الخيط كما راكم تشوفوا اعزائنا المشاهدين. انا باش نذكر الاخت فاطمه قالت باللي نستعملوا الشمع لازم نمزجوه بالخيط هكذا باش يكون الخيط متين، باش نشمعوا الخيط كما يقولوا في ثقافتنا، باش الخيط من بعد ما يكونش سهل باش يتقطع يكون متين. الاخت فاطمه راهي نحت الخيط الاصفر درتها على زوج ورانا متواصلين في الصنعه، هي اللي توضح لنا اكثر. نستعمل ايضا المقص، نحتاج المقص باش نقصوا الخيط. وبذكر العائلة وبذكر الأسرة، لما تشوف خيط واحد صار ثلاث خيوط ولما هذا الخيط يتشمع تعرف مليح واش هو الالتحام الأسري، ما معنى أنك تساعد في الأسرة نتاعك. والأخت فاطمة يعني مثلت الخيط بالأسرة، يعني لما يكونوا ثلاث خيطان مع بعض يكونوا متان هكذلك العائلة. كان خيط واحد الآن صار ست خيوط، يعني ماشي نعطيك واحد المثل بسيط يعني وتعيشه، هذا الخيط اللي راه وحده غادي نقدر نقطعه، لكن من بعد اللي نشمع هذا الخيط اللي كانوا ثلاثه دركا راهم صاروا سته، نعطيك انت رجل حول انك تقطعه، حاوس انك انت تقطعه من بعد اللي نشمعه، نعطيك انت قوم محاوله انك تقطع هذا الخيط. تفضل. يلا انا نشوف باللي هذا الخيط بعد ما تشمع لو كان نجيبو نصرو بن عمار، عندنا الريجيسور تاعنا نصرو بن عمار، صحيح الله يبارك، نصرو بن عمار وما يقطعش كما راكم تشوفوا اعزائنا المشاهدين. يلا نحاول. أول لازم نتريني يا الأخت فاطمة. هلا أعزائنا المشاهدين، هذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن الخاوة ولا الأصحاب ولا لما يكونوا مع بعض ويكونوا ملتحمين يكونوا أكثر قوة من أنهم يكونوا كل فرد وحده ويقولوا يد الله مع الجماعة. نعم، يد الله مع الجماعة. نعود عنا باش المرحلة اللي باش الفريد يكون مع الكرتون. هنا كاين عدة أنواع. كاين نوع اللي يستعملوا يعني نوع من الغراء او الكولا يكونوا لصقوا به هذا الفريد اصلا ثاني مع الكرتون، وكاين اللي عندهم اسلوب ثاني كما يقولوا الترقاع، كاين اللي يرقعوا الخيط يطربوه باش تخرج لهم باش الكرتون ما يهربش على المجبوط. ولكن لما تكون عندك صنعه وتكون عندك خبره ما غاديش تحتاج ترقع الكرتون مع المجبوط. هي كاين طرق سهله، كاين اللي ترقع كما نقولوا الخيط بالابره والخيط، والخيط يكون غير على واحد باش تزوله يجي ساهل. وكاين اللي يستعملوا الغراء باش يلصقوا،
وكاين اللي ما تستعمل لا غير لا خيط كيما نقولوا تخدم بشكل مباشر، واللي تخدم بشكل مباشر انها تكون صاحبه حرفه، تكون متمكنه من الحرفه. الفريض هذاك اللي حطه ابراهيم فوق القذيفه، الاخت فاطمه زادت عليه الكرتون، يعني قبل ما نديروا الغرزه ولا بد يكون فيه الكرتون، هكذا اختي فاطمه؟ نعم. والان وفي هذه اللحظات تنطلق الغرزه، يعني يكون دقيق معايا باش نشوف الطريقه اللي نركب بها الخيط باش نبدا. بالنسبه يعني للمجبوط يعني ياخذ وقت في الخدمه نتاعو، هنا ترجع هي كيش نقول لك هي والتمكن تاع السيده او الانسه اللي تخدم. كيما القطعه هكا كاين اللي تقعد فيها 3 ايام، كاين اللي تقعد فيها سمانه، كاين اللي 15 يوم. يعني الاختلاف باختلاف الخبره تاع السيده، الخبره والمقدره يعني في السرعه، يعني في سرعه اليدين. ولكن يعني احنا يعني كاصحاب محلات او اي عروس ما يخموش على الوقت، يخموا على النوعيه. يعني انا درك مانيش غادي نقدر نكمل لك كامل هذه القطعه يعني في هذه الدقائق المعدوده، نمر هنا باش ندير لك وسمره الانواع اللي راه عندنا جاهزه نتاع المجبود، بعض القطع من جهيزات العروسه اللي عندنا موجوده. يلا اعزائنا المشاهدين، احنا في هذه المرحله على الاقل خدينا فكره على الغرزه او كيفاش تكون الغرزه، ونظن باللي يعني لما تكمل تعطينا هذا الشكل، هكذا اختي فاطمه؟ تعطينا هذا الشكل، كيما هذا الشكل من المدمه، يعني عندنا عروس يعني حبه الكراكون تاعها يكون في لون ابيض، يعني ويعني نوع نادر من هذا العرائس اللي يحبوا يلبسوا الكراكون الابيض. عندنا يعني هنا يختلف اذواق العروس كما قلنا، هذه هنا تفضل هذا اللون، هذه القطعه تمثل الدهر الكراكون. الاخت فاطمه لما تكمل مع الغرزه تعطينا هذا الشكل، هذا هو المجبود. يلا الاخت فاطمه واش نديروا دركا؟ دركا عندنا الاخت راها ايضا عامله معنا، الدور نتاعها انها تعمل العقاش كما كاين اللي يقولوا بيغلاج، كاين اللي يقول لي زيستخاس، كاين اللي يقول لي انا عندنا فيه تلمسان، تبقى عنه تسويه كما يقولوا تشبح تاع الكراكون كما يقولوا الجزائريه. كانت هذه هي مرحله الغرزه مع الاخت فاطمه. احنا قبل ما نروحوا لمرحله العقاش، هكذا اختي فاطمه العقاش، انا بودي نشكر جزيل الشكر الاخت فاطمه على اللي مدت لنا الغرزه وعلى اللي علمتنا شويه. الاخت فاطمه شكرا جزيلا. هو قبل كل شيء الشكر لكم، وإذا كان في هذه الدنيا يقول لك صدقة، يعني الإنسان كي يموت تنقطع كل أعماله إلا من شيئان، دعوة ذرية صالحة وصدقة جارية، وما كانش صدقة جارية كيما الصنعة. أنا نتمنى أن هذه الصنعة توصل لكل الأجيال إن شاء الله. وإحنا مبتغانا من خلال حصة صنعة زمان أنه نورد كل الصنايع للأجيال. أعزائنا المشاهدين، ما زلنا متواصلين معكم، واليوم صنعتنا هي المجبود، ودائما في حصة صنعة زمان. فاصل ونواصل. دائما متواصلين معكم في حصة صناعة زمان، ودائما موضوعنا اليوم هو المجبود. شفتونا في المرحلة الأولى مع الأخ إبراهيم واللي كانت مرحلة الفريض، ثم مع السيدة فاطمة وهي مرحلة الغرزة، والآن رانا مع الأخت جاويدة في مرحلة أخرى. أخت جاويدة أهلا وسهلا ومرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أول شيء مرحبا بكم في محل فردوس الموجود بمدينة تلمسان، ويشرفنا أنكم تتعرفوا علينا ونتعرفوا عليكم وتزيد نطوروا صنعتنا عن طريق. يلا الاخت جويده، في مرحله التعميره الاخت جويده واش تستعمل ولا واش هي الوسائل المستعمله؟ اول وسيله هي الخيط، باش نذكر هذا الخيط اللي شفناه مع الاخت فاطمه. كاين الخيط الابيض والخيط الاصفر، يعني على حساب اللون تاع الكراكون اللي يكون خدمناه. الا كان مخدوم بالمجبود الابيض يعني نستعملوا الخيط الابيض، المجبود الاصفر نستعملوا الخيط الاصفر. كاين الاستخاس وهو انواع، كاين الحر وكاين اللي ماشي حر، وكاين الصغير وكاين الكبير، يعني على حساب اللي تختار واش نعملوا لها. انا نظن باللي هذا الاستخاس هو اللي يديروا به التعمار، هكذا هذا هو اللي نعملوا به التعمار.
كما راكم تشوفوا هذا قصوها على حساب لونطواج تاع الخدمه تاع المجبود ونعاودوا نفينيوه بالخيط يجي الخيط من التحت ويجي هو باين من الفوق. من الوسائل المستعمله ايضا مقص وتاينا كاين مقص باش نقصوا الخيط. وكما ما ننساوش انه الاخ ابراهيم والاخت فاطمه ذكرت لنا الشمع الحر توجور الشمع الحر باش الخيط ما يطرطقناش. على ذكر المقص انا قلت لهم في يوم من الايام انه كل الصناعه تاع الخياطه المقص راه كيما الملح في الكوزينه يعني مستحيل تطيب حاجه بلا ملح. انا في كل صنعه فيها خيط الا ويكون حاضر المقص. اول مرحله كيما مدارين عارفوا هي الابره والخيط. الابره كيما كانت ذكرت الاخت فاطمه قبلي نعمروها على 4 باسكو الخيط جاي شويه رقيق نعمروها على 4 ونعاودوا نفوتوا الشمع عليها بهالطريقه باش تكون الخيط متين. ومن بعد راح نعقدوا الخيط من التحت كيما هاي الطريقه ونرفدوا القطعه اللي كنا خدمناها بالمجبود اللي كان الاخ ابراهيم فرضها والاخت فاطمه غرزتها. والمرحله الاخيره التعميره اللي هي انا ماشي نعمرها دروك. بسم الله. والآن نشرع في آخر مراحل المجبود وهي مرحلة التعميرة. راني نشوف بلي الأخت جاويدة دخلت الخيط من الجهة الخلفية خرجته ومن بعد رفدت الاستخاص. نعبروا هكذا أبيبري ونقصوا باش ما نضيعوش الاستخاص وباش ما يبقناش ناقص هكذا. الأخت جاويدة قاست الاستخاص على حساب الزخرفة أو ساق من الزخرفة. تفضلي وصلي هكذا توجور يكون عندنا الإبرة من الفوق والإستخاص تاينك يكون من الفوق نقبضوه من هذه اليد من هذه الطريقة نخليه الإستخاص في الوسط وندوروا عليها الخيط ومن بعد نحطه هكذا ونمتنه باش ما يعاودش يطيرنا. ندوروا هكذا فوالا ونمتنه جيدا ما نخافوش بس كل الخيط ديجا راه عندنا مشمع. ها نديرو وحدة بوحدة باش الخدمة تجي متقونة هكذا. فهمتكم هكذا نمتنوا الخيط ونديروا حبه بحبه باش الخدمه تجينا متينة هكذا وندوروا على كامل الوتور. الله اعزائنا المشاهدين نشوف باللي مرحله التعمار ولو انها جميله ومتقنه لكن كانت بسيطه وكانت سهله جدا جدا. ها هو دي تحصلنا على العمل تقريبا. هذه اولى مبادئ التعمار شكل جميل. نظن باللي هذا الكراكو هو اكثر حاجه اللي توضح لنا صنعه المجبود. الاخ ابراهيم فراد، الاخت فاطمه دارت الغرزه، والاخت جاويده دارت التعمار، يعطينا بالتالي هذا الشكل الجميل. اخت جاويده انا نشكرك جزيل الشكر، بارك الله فيك. الله يجازيكم وانا نرحب بكم ونرحب بكل اسره صنعه زمان اللي جات زارتنا وفكرت فينا وخلتنا نطوروا الصنعه. ورحنا نوكلوا وليداتنا ونعاونوا رجالاتنا ليسونسيال ما نقعدوش من كروازين ليبرا. يلا اعزائنا المشاهدين وهذه هي المراه الجزائريه الحره التي تعين زوجها. اعزائنا المشاهدين نتمنى انكم تكونوا قد استفدتم معنا في صناعه المجبود. انا قبل ما نروح نعاود نجدد الشكر للاخت فاطمه والاخ ابراهيم والاخت جاويده. الى هنا اعزائنا المشاهدين نقول لكم دمتم في رعايه الله.